ضوء حذر يسيطر على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة. طبعا هذا يعني سبق هذا الهدوء في آخر الأخبار أن مسيرة إسرائيلية أغارت مرتين على منزل سبق أن هدفته سابقا في بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط. طبعا هذا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع وعلى علو منخفض بشكل كبير في كامل المناطق الحدودية في القطاعات الشرقي والأوسط والغربي. طبعا هذا الهدوء الحذر وسبقه نهار شمل عمليات نوعية للمقاومة على الحدود استعملت فيها الأسلحة الصاروخية وصواريخ بركان والطائرات الانقضادية وآخرها صواريخ الكاتيوشا التي ضربت مستوطنة كريات شمونة. أيضا تزامن ذلك أيضا مع اعتداءات إسرائيلية على القرى الحدودية وإغلاق المزيد من المستوطنات على الحدود الشمالية. المقاومة بطبيعة الحال كانت قد أعلنت في 6 بيانات عن عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي ومواقعه في الجليل الأعلى. استهدفت مواقع في هذه الاستهدافات شملت مواقع العدو الخلفية في مزارع شبعة المحتلة بالطائرات الانقضادية والأسلحة الصاروخية والمدفعية. طبعا إضافة إلى عملية نوعية استهدفت فيه مربط مدفعية خربة ماعر بصواريخ بركان. هذا المربط يعتدي على عدد كبير من القرى الجنوبية الحدودية. طبعا إضافة إلى استهداف موقع حد البستان الواقع مقابل بلدة البستان واستهداف خيمة لقوة خاصة في جيش الاحتلال خلف موقع الظهيرة بالصواريخ الموجهة، إضافة إلى استهداف موقع الناقورة البحري بالأسلحة الصاروخية. وما حصل منذ 3 ساعات تقريبا حيث استهدفت المقاومة قرية شمونة بحوالي 30 صاروخا.